9 سنين و4 شهور، كان في تالتة ابتدائي. مرام ومروان دول توأم، في كانوا في كيجي 5 سنين و4 شهور. غديتهم، وبعد ما غديتهم قلت لهم اقعدوا على الكنب محدش ينزل. فعلا هم سمعوا الكلام، وقعدت البنت والولد التوأم ماسكين تليفون، والولد الكبير ماسك تليفون، وقاعدين كل واحد على كنبة. روقت وعملت الحاجة في الأوضة اللي هم فيها، خرجت عشان أعمل بقية الشقة. يا دوبك دخلت المطبخ سمعت حاجة هبدت، قلت يمكن من بير السلم أو في حاجة برة أو في عاصفة. طلعت لسه ما طلعتش لنص يعني ما خرجتش لنص الباب، لقيت ماما بتصوت يا محمد العيال العيال وستك يا محمد. يا دوبك ماما واخويا التاني بيلفوا، هما واقفين ما اتحركوش، بيلفوا لقوا حاجه نزلت قفلت باب الاوضه على الثلاث اطفال وستي. محمد من جوه يا ماما يا ماما، قلت له ما تخافش استنى يا محمد. مامتي طلعت الشارع قعدت تصوت الحقونا الحقونا، الشارع العزبة كلها محدش خاف على نفسه لحظه، وكله دخل جوه البيت. وريتهم في شباك تحت السلم، وريته لهم، شالوا الحديد، الشباب شالت الحديد ودخلوا جوه الاوضه، طلعوا ستي وقعدوا يدوروا على الثلاث اطفال، للاسف ما لقاهمش. كانت بقى الحكومه جت. يا مدام منى معاكي مدام دعاء، هي في الاستوديو معايا، عايزه اتكلمي. سامي عليك. ازيك يا منى؟ الله يسلمك. ازاي حضرتك يا فندم؟ عامله ايه يا منى؟ نحمد ربنا ونشكر فضله الحمد لله اللي يجيبه كله رضا يا حبيبتي. الحمد لله. ربنا يرضيكي يا حبيبتي ويديكي على قد يعني صبرك. انت عارفه الصبر اللي انت فيه ده يا منى؟ عارفه جزاء ايه يا منى؟ الحمد لله. عارفه ثوابه يا حبيبتي؟ والله كتير بيقول لي وكتير بيقول لي ابني كده، يعني مكانة كبيرة عند ربنا وانا مش عايزة اكتر من كده. الحمد لله اللي يجيب ربنا كله رضا يا حبيبتي. واهم حاجة اللي انت بتقولي ده الحمد لله وكله رضا. يعني بصي ناس كتير يعني ما بيحصل لهمش حاجة ومش راضيين وناقمين، وشوفي انت في ايه وراضية. الحمد لله، هو ربنا كان قادر مش اصلا من الاول، هو اداني عشان اشتري الاخر الدنيا يا حبيبتي. الحمد لله يا حبيبتي. ربنا انت نشكر فضل. يعني بصي انا مش عارفه اقول لك ايه يا منى. انا طبعا كان نفسي اجيلك وابقى معاكي في الموقف ده، بس انتي انا حاسه ان انتي يعني ربنا بعتنا ليكي علشان تعلمي الناس كلها يا منى قيمه الصبر. الحمد لله اللي يجيب ربنا كله رضا. الحمد لله. احنا جايين النهارده في حلوان العزبه البحريه من باب جبر الخواطر، جايين نجبر بخاطر ست اتجمع في قلبها حزن العالم كله. ست اتوفى 3 ولاد ليها، ولد وبنت توأم، ماتوا تحت انقاض. ازيك يا منى؟ حبيبتي معلش. ايه يا منى؟ ما اقدرش بقاء لله. يعني انا لما حكولي القصه هما جابوا رجلي بيكي، سمعت قصتك ما صدقتش الصبر والاحتساب اللي انا عايزه اتعلمه. يعني ربنا ما يكتبها على حد، ابتلاكي يعني يمكن حزن العالم كله دخل قلبك بسبب وفاه ثلاثه من اولادك يا حبيبتي. ربنا هما الثلاث اولادي هما كانوا دنيتي كلها. اول ما محمد طلع وحطوه على الترولي بتاع الاسعاف المطره مطرت، واول ما عرفت خبر وفاتهم في المستشفى المطره مطرت برضه. الله جاب الله خد الحمد لله. المطرت دي رساله من ربنا يعني. كله قال، انا اصلا ما كنتش شايفه حاجه، كنت فاقده الكلام. بس كله قال لي
كله قال لي يعني لسه كانوا بيحكوا لي امبارح، الناس كلها كانت بتحكي لي على الجنازه، انا ما شفتش حاجه. هم حتى اصحابي وجيراني بيقولوا لي انت كنت ماشيه شويه بتضحكي وشويه بتعيطي. قلت لهم انا ما اعرفش. ابن خالتي امبارح بيقول لي انا خدتك دخلتك جوه القرافه في المقابر. قلت له برده ما اعرفش، انا ما كنتش حاسه باي حاجه، ما كنتش شايفه حاجه اصلا. هو الحادثه عدى عليها وقت قد ايه؟ يوم 20 هيبقى شهر. لسه ما كملوش شهر. ما كملوش شهر. يا منى حاسه كده بعد الوفاه وبعد الحدث الاليم ده؟ هو كان ربنا اصلا قادر ان هو ما يدينيش اصلا من اول عيال. كل اللي بيجي بيتكلم معايا ويلاقيني كده يقول لي، انا ارد عليه واقول له قبل ما يتكلم اقول له ان ربنا اشترى لي الاخره بالدنيا. احنا هنا يعني احنا جينا بر وفرحه، نفسنا نفرحك. ما اعرفش طبعا الفرحه دي ممكن تبقى ملهاش قيمه قدام المصاب الجلل اللي حصل لك، لكن احنا مش جينا عشان يجيبوا لك الحاجات او ينقلوكي بيت تاني. احنا جينا عشان حكايتك دي توصل للملايين اللي بيتفرجوا عليكي وياخدوا عبره وعظه ويحتسبوا لما يشوفوا بنت صغيره. انت عندك كام سنه يا منى؟ 34. 34 سنه. انت عارفه انه قدك لسه ما اتجوزوش؟ عارفه. عارفه ان ربنا ممكن يعوضك ويرزقك ويخلف عليكي؟ الحمد لله. قلتي إنا لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. جوزك عمل إيه؟ جوزي قال لي ربنا إدانا هدية وخدها مننا، ما فيش في إيدينا حاجة إن إحنا نتكلم في أي حاجة. لازم نرضى ولازم نقول الحمد لله. يا منى انتوا رحتوا المقابر تزوروا مين قبل ما ولادي توفوا؟ قبل ما ولادي توفوا، قبل الحادثه بيوم اللي هو كان يوم الخميس، رحت انا ومحمود اخويا ومروان الصغير عند بابا. نضفنا وعملنا وسقينا الزرع بالخرطوم، خلاص بقى احنا خلصنا وماشيين. فمحمود اخويا بيقول لي مروان ايه، بص يا مروان احنا بنيجي لجده ازاي عشان لما احنا نموت تبقى ايه تجي لنا زي ما احنا بنيجي لجده. راح باصص لخاله كده، واصلا انا مش هاجي لكم، انا هاجي لجده انتوا لا. راح طالع على العين بتاع بابا في مقبض، راح حاطط ايد كده وايد كده، وراح بايس ابويا وقال له باي باي يا جدو انا هاجي لك. وكان على طول يقول لي انا عايز اجيب سلم كبير واطلع اشوف جدو عند ربنا. محمد بقول له ان كان تاني يوم ذكرى الاسراء والمعراج. فبقول له ايه يا محمد؟ قال لي نعم يا ماما. اصلا اليوم ده محمد انا ما قلتلوش على حاجه، وقال لي لا. محمد اللي كان ممكن يا محمد لا يسمع، ما يسمعش كلامي، يسمع كلام تيتا. تيتا وجاب لك 20 مليون. هسافر اجيب لك فيلا ولا قصر؟ انا باخد على قد عقله. طب انا عشان هو كان مريني ده يقول لي، قلت له اي حاجه يا محمد، انا ما رضيتش باي حاجه. انا مش متخيله الحياه بعد زيز بصراحه. اما انتوا كنتوا في نفس الشقه؟ كلنا موجودين في الاوضه، في نفس الاوضه اللي وقعت. أيوة. في الاوضه كده. وبعدين يعني الحته وقعت عليهم وانتوا احنا مش عارفين ايه اللي وقع اصلا، احنا ما شفناش حاجه. بصي احنا ادي الاوضه هي ورا الاوضه ديت ما فيش مباني، والبيت طبعا عروق ودايب جدا. انا ساكنه فيه من سنه حاجه و80. سمعنا ايه دبه؟ حاجه دبت. فاحنا متعودين ان في بير السلم، في شباك عندنا في بير السلم عشان احنا مش على الشارع بره محلين. متعودين ان ايه في طوبه تقع، قطه، حاجه في بير السلم. بره باب الاوضه على طول نشوف ايه اللي بيدب. محمد يقول لي ايه يا ماما، وانا اقول له هو الدب ده فين؟ فتاري الدب يعني الحيطه اللي وراهم هي اللي بتقع، واحنا مفيش كاني غمامه. ما سمعتوش صريخ ولا هو صوت. مفيش حد سمع، مفيش حد. ده كل الكلام ده ما خدش دقيقه ثانيه عشان بس هو حكم ربنا اللي ينفذ. ما سبت معاك حضرتك او ستي وامي قاعده 85 سنه وما بتشوفش ولا بتقول. هي بتقول للعيال يعني بلقوا عليا شويه تراب، هي مش عارفه اي حاجه. هي مش عارفه ايه اللي حصل يا حبيبتي، مش عارفه ايه اللي حصل. مخرجينا بكوبايه الميه، كانت في ايديها بتشرب، والكوبايه في ايديها، والكوبايه في ايديها. يا سبحانك يا رب. صلى عليهم اخر صلاه الظهر، وبعد العصر راح محمود يصلي في المسجد. لا هم قالوا له اللي جاي كرار بالاوقاف، المساجد كلها اتقفلت. وكانت اخر جنازه برضه.
هتلاقي ملايين بيدعوا لكم، ربنا ينزل السكينه على قلبكم. احنا البر والتقوى سمعوا عنكم الحقيقه، ما تاخروش وقالوا احنا هنبدا، احنا عايزين نعمل برنامج اسمه بر وفرحه. قلت لهم فرحه، هل طبعا انت بتقول لا اموال الدنيا ولا عفش الدنيا ولا اي حاجه روحت، معلش يا ريت كل حاجه. الحمد لله، يعني احتسابك ده والله يا منى، احتسابك ده وصبرك ده هيعلم ناس كتير قوي الصبر والاحتساب، وهيكسفوا من نفسهم ان هم يعني ممكن يتأففوا بسبب مثلا انه ساب شغله، او يتأفف بانه مثلا عي. احنا هنا بر وفرحه، حاولوا يساعدوكم باي حاجه او يقدموا لكم اي حاجه، هو مش تعويض لكنه كده مساهمه في اننا يعني بس نقول للناس ادعوا لهم يا جماعه ربنا يصبر قلوبهم.